النهارده كان اخر يوم من ايام قضيه فرحه في حدائق المحاكم. القضيه انتهت، اترفعنا الجدول العام. طبعا احنا مش هنقدر نقيم لا مرافعات الممثلين عن فرحه ولا مرافعات الممثلين عن المتهمين، لان ده دور المحكمه ودور القضاء، هو اللي بيصدر الحكم، هو اللي بيقيم اللي سبق ان اديناه. لكن انا عايز اقول ان قضيه فرحه زي ما انا قلت هي مش نزاع قانوني، مش مشكلة إن المتهمين ياخدوا حكم إيه، مش المشكلة إن المتهمين ياخدوا أقصى عقوبة ولا أقل عقوبة. المشكلة إن أنا في معايا طفلة النهاردة بغض النظر عن الحكم مهما يكون، حتى لو المتهمين دول أخدوا إعدام، حقها فين؟ حقها في المجتمع بتاعها، حقها في كرامتها، حقها في وضع النهاردة كان مستفز جدا إن هي تبقى طفلة قاعدة في المحكمة بتستمع لتفاصيل وقعة الاعتداء عليها اللي حصلت بالتفصيل الممل وبعض الأحداث أو الروايات اللي يعني ممكن محامين تلونها لمجرد بس التشكيك في الرواية بتاعتها. يعني هي كانت بتتكذب وهي قاعدة مش قادرة ترد، وهي مش فاهمة طبعا إن ده دور الدفاع أو دور المحامي التشكيك في الأدلة. المعاناة بتاعت فرحة اشترك فيها مجموعة من الأسر معاها، كل اللي تعاطف معاها تعاطف مباشر، أسرتها دفعت الثمن، والدتها دفعت الثمن، إخواتها، أختها دفعت الثمن، خالها دفع ثمن. مش هقول أنا دفعت ثمن لأن ده شيء طبيعي إن أنا وأسرتي ندفع ثمن برضه، بس ده بحكم واجبنا وبحكم يمين إحنا كمحامين بنحلفه. انا عايز اقول في الاخر ان انا شرفني ان انا اشتغلت مع قضيه فرحه وفرحه، ومش ندمان على اي حاجه حصلت، وبوجه الشكر لكل اللي ساندني وعذرني في الازمه اللي فاتت. هي اذا كانت استحملت، اذا كنت انا استحملت يعني مأساة الناس، استحملت اكتر مني كتير، استحملت نظرات ناس، استحملت حتى مني انا عصبيه، استحملت ان محدش يقدر يستحمله حتى لو كان عنده 100 سنه، مش هقول له عنده 13 سنه. القضية خلصت، احنا مستنيين الحكم. انا عايز اقول لكل اللي وقف معانا الف شكر، عايز اقول لكل المتعاطفين مع فرحة مليون شكر، عايز اوجه شكر خاص لمجموعة الصحفيين الشرفاء بتوع بلدنا اللي هم قدروا يرفعوا من قضية فرحة انها قضية محلية محدش مهتم بيها، الى انها تبقى قضية وفكرة تبقى في كل بيت. عايز اشكر السيده الفاضله اللي وقفت جنبي في اخر 5 ايام واستحملت معايا كتير، عايز اشكر اولادي، عايز اشكر المحامين اللي وقفوا معايا وخلوني اتفرج للقضيه دي، عايز اشكر الكل. واحنا في انتظار الحكم، ان الحكم الا لله، وربنا سبحانه وتعالى حكم عدل. انا واثق في العدل بغض النظر عن الحكم اذا كان يرضي او لا يرضي، لكنه هو العدل. ربنا عدل، ربنا بيعوض، ربنا هيعوضها، ربنا هيديها، ربنا هيكرمها، ربنا ان شاء الله سبحانه وتعالى ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله المأساة اللي هي تعرضت لها دي ما تتكررش لأي إنسانة في الدنيا. ومهما كان إنها تطلع في أحاديث صحفية أو تلفزيون وتبقى مشهورة أو غير مشهورة، ده مش هو المقياس، لا بالعكس. ده نقدر نقول عليه إيه؟ نقدر نقول عليه عجز المجتمع انه يدي العداله السريعه لطفله تدي عليها بسرعه فتتدارك حياتها سنتين بتكافح عايزه حقها. وانا مش بلوم طبعا القاضي، انا بلوم السيستم. احنا سيستم حياتنا كلنا عايز تغيير، تفكيرنا عايز تغيير، وكلنا اماني ان التغيير يكون من جوانا، وربنا يكرمنا ان شاء الله. احنا في انتظار الحكم.